في شأن الصحي دائما بادرة إنسانية لنحو 30 طبيبا في تخصصات متعددة نظموا نهاية هذا الأسبوع قافلة طبية بهدف تمكين الساكنة القروية بإقليم بن سليمان من الاستفادة من الخدمات الصحية بالمشان، كما سنتابع في روبورتاج يوسف الغازي وتحرير لحسن لحمتي. جاءوا من مناطق مختلفة على متن الدواب أو عبر النقل العمومي. نقطة الوصول الجماعة القروية بئر النصر، منهم من لم يحالفوا الحد لاستشارة الطبيب بسبب بعد المسافة وقلة الإمكانيات. جينا الدري عنده فقر الدم وعنده مصارن وداك الشيء مرض ليا بزاف، إنا بغينا باش يعالجونا وباش يعطيونا الدواء وداك الشيء. المتقدمون في السن كان لهم لقاء مع مختلف الأطباء الأخصائيين لتشخيص حالاتهم المرضية. أنا عندي مرض السكر والحملة جاتنا وصوبتنا وصابت قلبتنا وصابت عدي السكر قليل وكرامة أكرمنا بها الله الحملة جينا ديما. أمل السكان في عودة الأطباء لزيارتهم ينم عن حاجتهم إلى التطبيب والاستشارة وإلى إقامة مراكز صحية قريبة منهم حتى تستجيب لانتظاراتهم. نحن مجموعة من الأطباء كنقوموا بهذه المبادرات باش نساعدوا الناس اللي ما عندهمش الامكانيات باش يقدروا يمشيو للمستشفيات والناس اللي بعاد على المستشفيات. دونك كنقوموا بهذه المبادرات مره في الشهر في شهرين على حساب كنمشيو للمناطق اللي هي بعيده بزاف ديال المناطق في المغرب. لان كتشوفوا كاين اللي كتجي المراه اللي كتجي وكتجي مع جوج الاولاد ديالها وحنا كندوزوا ليها والوليدات ديالها وكل شيء، وكاين عاوتاني جبنا معنا الوحده المتنقله لتشخيص سرطان الثدي. عدد المستفيدين من القافله الطبيه لبئر النصر اقليم بن سليمان يناهز 600 شخص. جل الامراض مرتبطه بالسكري والقلب الى جانب امراض الاطفال والنساء.